مكان يا مكان، في قديم الزمان كان في بنت اسمها ربا. هذه ربا كانت شو بتعمل؟ كانت تمسك الكتب تبعونها وتضلها ترسم عليهم وتخربش وتشخبط وتشخبط وترسم وتخربش. صاحبتها اللي جنبها اسمها سارة. سارة تقولها يا ربا لا تعملي بالكتب هيك، لازم كتبنا نحافظ عليهم ويضلوا جداد وحلوين، عشان لما بدنا ندرس وقت الامتحان نعرف نقرأ منهم ونحفظ ونقدم منيح بالامتحان. قالت لها ربا لا 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 ما عليكي، أنا بعرف شو بعمل، أصلا عادي أنا برسم عليهم وبعرف أدرس. وربا ما سمعت كلام سارة، قالت لها روحي أنا بعرف شو بعمل، خلص خلص أنت ما دخلك، أنا برسم وبتفنن وبلون على الكتب. لا سارة فيكي ترسمي وتتفنني بس على دفاتر الرسم، على الدفاتر الخاصة عشان نرسم فيهم مش على كتب المدرسة اللي منتعلم فيهم. العلم لازم نحافظ عليه لأنه هذا الكتاب بس تخلصي أنت منه ممكن تستفيد منه كمان بنت تانية محتاجة ما معها تشتري كتب، صح؟ ما ردت عليها ربا، عملت لها بإيدها هيك وما سمعت الكلام ومشيت الأيام. وإجا وقت الامتحان. إجا وقت شو؟ الامتحان. إجت ربا بدها تدرس من الكتاب، تفتح الكتاب تقرأ نص المسألة والنص الثاني شو ماله؟ إيش عملت ربا على كتبها؟ خربشتهم وشخبطتهم، صح؟ صح. إذن ما عرفت تدرس منيح. عرفت تدرس منيح يا جادو ولا لا؟ لا ما عرفت، صح؟ صارت ربا تطلع بالكتب وهي حزينة ومش عارفة تدرس، وراحت تاني يوم على المدرسة وقدمت الامتحان وما جابت فيه علامة منيحة، جابت علامة كتير واطية. وحزنت ربا لأنه هي ما درست. راحت سارة قالت لها شفتي يا ربا هيك انتي ما عرفتي تدرسي منيح وما عرفتي تحلي المسائل لأنك كنتي مشخبطة عليهم. قالت لها معاكي حق وأنا آسفة، كان لازم أسمع كلامك لأنه فعلا إحنا لازم نحافظ على علمنا، لازم نحافظ على الكتب لأنه من الكتب إحنا ناخد العلم والمعرفة، صح؟ مرة تانية رح أحافظ على كتبي وما رح إيش؟ ما رح أعيدها وما رح أشخبط وإيش؟ ولا أرسم وأخربط وأخربط الدنيا بكتبي، صح؟ صح. وهيك اتعلمت ربا الدرس وبطلت تشخبط على كتبها ولا ترسم عليهم. انتو بتشخبطوا على كتبكم؟ لا بتحافظوا عليهم نضافوا مرتبين، صح؟ احسنتم، انتو رائعين وربا صارت رائعة مثلكم. وتوتي توتي خلصت الحدوتة، حلوة؟ يلا قوموا بدنا ننام، تصبحوا على خير. يلا 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 تصبحوا على خير. يلا يلا تعال تيني ايده يلا.